نصها التام لما جيت اتعامل مع نص نبطي فقلت فكنت اعزف على البيانو شوية كوردات شوية تآلفات وبعدين بيانو مع شعر نبطي؟ اي فقلت فلقيت انه في يعني انا اعزف ترى انا مش عازف بيانو بس يعني كذي قاعد اسلي نفسي يعني فقلت غيابك عني من مهما تغيب مأثر فيني فاضحني فكيف اليوم وانا اشوفك تلملم باقي ايامك امانه لا رحل ترحل بحب وقلب رابحني انا اشوفي من عيونك وعانك فيها احلامك غيابك قبل ما انت تغيب مأثر فيني فاضحني فكيف اليوم وانا اشوفك تلملم باقي ايامك امانه لا رحل ترحل بحب وقلب رابحني انا شوفي من عيونك وعانك فيها احلامك احس بغصه تذبحني دخيلك لو تسامحني على احساسي اللي بعثرته جمح خيل يا بالجامي وطن يا غربتي بدونك يا شوق وهم ذابحني انا ادري بك تحس فيني ولام الله لام الله من لامك الله هذه شق